اكيد اتضايقت، اكيد مش حاجه حلوه ان انت تطلعي من حد يقعد يتريق عليك، مش عاوزه بس يعني اكيد يعني. بتقولي كده ما حسيتيش مثلا ان ده ممكن يكون معنى الفيلم هو الفيلم على حسب؟ لا لان كان الوضع عادي، العربيه ماشيه سلو، بيقعد يعمل حاجات غريبه دي، انا عامه ما بتفرجش قوي يعني، دايما بحس ان السواق بيقعد يعمل كده في الاخر هيقف يعني عادي. وكنت عادي مش مبهوره قوي لحد طبعا لما العربيه نزلت، هي مش نزلت، هو انا مش شفتها في التلفزيون هي نزلت، بس هي احساسها مش نزلت، احساسها انها طارت من على الجبل يعني، فاكره لقيت نفسي طرت من على الجبل. فالفضه دي بتخليك لا، اصل تمثيل ايه، اصل لو تمثيل حتى انا في الاخر قلت له يعني لو ده التمثيل ازاي ممكن يموت بجد يعني، العربيه لما تحط من على الجبل بتعملها ازاي يعني كده، مش فاهمه برضه ازاي ان هو قدر ان هو يشوفها ان هو انا هيلاقي انت رد فعلك هادي جدا. ما انا رد فعلي دايما هادي، بس اتفرجت على يعني انا صعب ابقى متضايقه من حد مثلا مقابله وما سلمش عليا كده.